السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين. الفيديو ده أنا كنت عامله من 2020 بس اتمسح مع القناة القديمة، وبعمله طبعا إعادة عشان طبعا في ناس كتير انضمت للإنجما وبتقابلها ساعات بعض الحاجات البسيطة منها اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، إظهار المعلومات باللغة العربية. طبعا بعض القنوات على النايل سات بتدعم الدليل باللغة العربية، يعني بتدعمه لك لغة عربية ولغة إنجليزية زي الإم بي سي مثلا وروتانا سينما وباقة روتانا. يعني هتلاقي في بعض القنوات بص ظهر عليها عادي باللغه العربيه مفيش مشكله، لان هي القناه نفسها هو ما عندهاش انجليزي، هي كده باللغه العربيه بس، فتلاقيها ظاهره عندك. ولكن بعض القنوات زي الام بي سي 2 دي وروتانا اللي احنا واقفين عليها دي بتدعم لك الاسم القناه باللغه العربي ومعلومات الفيلم او اللي بتبقى شغاله اللي على ايدك اليمين بتظهر معاك باللغه العربي. طيب بعضنا بيعمل الاعدادات وبرضه بتلاقي العمليه مش ظابطه معاك، يعني مثلا لما اجي اروح على الاعدادات كده سيت اب وهاجي على كلمه سيستم وهنزل على الخيار ده اللي هو الاوتو لانجويج سيلكشن، هدوس عليه اوكي وانزل تحت كده بشوف اعدادات الدليل الالكتروني عندي. مثلا انا هنا ابص عاملها اللغه اللي اول حاجه تظهر معايا اللغه العربيه، يعني انا كده المفروض لو هي عربي تظهر معايا على طول، ومخلي الثانيه اوريجينال اللي هي يعني تظهر على حسب ما القناه بتدعم. فالخيار ده كده اي قناه ليها دليل باللغه العربيه يظهر معاك مباشره بدون اي مشكله، ولكن ما ظهرتش معانا. فالحل سهل جدا جدا، ادوس كده اخضر واخرج من هنا خالص، هروح رايح بس ايه دايس اخضر ورايح لقائمه البلوجنات دي، هلاقي في بلوجن عندي اسمه انهانسد موفي سنتر. البلوجن ده ممتاز جدا على فكره يا جماعه، للناس المهتمه بالافلام والترجمات والحاجات دي، في امكانيات جباره جدا جدا، ولكن هو بيعمل مشكله مع الدليل الالكتروني لو انت مهتم بالدليل الالكتروني العربي، فبيعمل معاه مشكله. فنمسحه، هنروح دايس له الزر الاحمر كده ان انا اللي هو ريموف بلوجنز، وهنزل على الاضافه او الاضافات دي اوكي، وهدور عليه هنا انهانسد موفي سنتر، هو ده، اروح دايس عليه اوكي كده وهقول له بس ريموف، ثواني يمسح معايا، اطلع اروح رايح كده عامل ريستارت للانجما بتاعتي كده، فتح معايا، اروح رايح بقى للقنوات بتاعتي اللي انا عايزها. بص هتلاقي كله ظهر معاك باللغه العربيه، حتى الام بي سي بص ظهرت معاك باللغه العربيه، هي الام بي سي 2 اهي هتلاقيها ظهرت معاك باللغه العربيه، كله كده تمام. مهما تعمل ريستارت للجهاز خلاص، هي دي بس البلاجن ده تشيله هتلاقي العمليه ظهرت معاك على طول. ولكن الحكايه دي ليها عيب بسيط، ان هي بتعكس معاك بقى في الدليل الالكتروني لو انت عندك اقمار اوروبيه مثلا او الكلام ده، وبالتالي الاحداث بتاعه الاي جي بان قصدي الاحداث بتاعه الاكسترا ايفنت البوسترات والكلام ده هتظهر معاك بطريقه غير مظبوطه. انا عامل فيديو طبعا الدليل الالكتروني ومتكلم فيه على الجزئيه دي، ازاي تعمل الاعدادات بتاعتها من الالف للياء، ولكن الجزء ده الفيديو الصغير ده خاص بس بحته ان انت تخلي القنوات تظهر اللغه العربيه في حاله ان القناه بتدعم اللغه العربيه. يعني مثلا لو طلعت على ماكس دي، ماكس دي ما بتدعمش، هي انجليزي بس، فهتلاقيها ظاهره لك دايما باللغه الانجليزيه. هو ده الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون سهل وبسيط، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.